بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذا كنت في حصن الطاعة فأنت في أمن الأمان وعين عناية الرحمن، لا تخف. من كان في طاعة الله الله يدافع عنه، ومن كان مع الله فمن عليه. هذه أنوار هذه الآية، أنك إذا كنت في طاعة الله وفي معية الله وفي ساحة أهل الإيمان فلا تخشى شيئا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمن كان في رحاب الطاعة كان في رحاب الأمن والأمان. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك برحمتك يا رب العالمين.